اللي بغيت نقول هو ان القضيه ديال البيئه دائما كنذكروها سنين متعدده، ولكن ما تقدمناش. ملاحظ الواقع ان ما تقدمناش في البيئه، البيئه البحريه ما تقدمناش فيها، ولا يعقل. كذلك اليوم نديروا يوم تحسيسي ونشوف حالتنا، بغينا نتقدموا في البيئه، شنو خصنا نحققوا بعض المكاسب ونزيدوا نتقدموا. راه ما يمكنش نديروا كل شيء في عام ولا في عامين ولا في خمس سنين، ولكن خصنا نعملوا، خصنا نعملوا. عينا في عده لقاءات كنذكروا على البيئه والمخاطر ديالها، لان هي كترجع للقوت اليومي ديال الجميع، ديال كل شيء. راه كل شيء المغاربه كيعيشوا من البيئه، وخصنا نحافظوا عليها. من كيحافظ على البيئه داخل البيت ديالو، اذا حافظتي عليها راه تكون سليم صحيا. ولا يعقل ان واحد الفضاء كبير كناكلوا منه الخبز حنا ما نحافظوش عليه، ولا ما كنعملوش فيه حتى 10% ولا حتى 5% ديال المحافظه عليه، وما واعيينش شنو هو خصنا نديرو حنا في المحافظه عليه. اذا بعد اولا التوعيه باش نقدروا نبداو في العمل. الغرفه كنطلبوها لان الغرفه هي البورت بارول ديالنا ديال المهنيين، والغرفه هي سباقه. الغرفه ديال طنجه دائما سباقه على الصعيد الوطني بزاف ديال القضايا، لذلك انا بغيت الغرفه ديالنا حنا ديال طنجه تكون سباقه كذلك في قضيه ديال البيئه، وتعطى فيها توصيات وتنوض تخدم في القرارات ديالها والتوصيات، وتتبع هذا الموضوع ديال البيئه لانه موضوع حساس. بغيت نهضر ان المحافظه على البيئه البحريه تختلف على البيئه في اليابسه، هذا راه واضح، لان البيئه في اليابسه راه كل شيء باين، راه واضح، راه الزبل، راه كذا. اذا قاموا بهذا راه كي، واذا ما درتش فيها شي مجهود في البيئه في اليابسه راه كيبان، راه كيبان في الغابه، راه كيبان في الشارع، راه كيبان. اذا بار كونتر في البحر لا، في البحر ما كيبانش. كل شيء اللي تيشوف البحر تيشوف بحر زراق مزيان تيعجبك تشوف فيه، ولكن تيتشكر الله القدر داكشي اللي كاين في القاع. ما كاينش اللي حامي عليه، اللي حامي عليه هما حنا، هما الانسان هو اللي كيتدخل منه، هو اللي كيعيش منه، هذاك هو اللي خصو يحامي عليه. شنو كاين في القاع ديال البحر داكشي لا يحصى ولا يرى، وهذا الشيء باين من 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 منا حنا اللي بدينا كنوعاو به، وبدينا كنشوفوا المخاطر اللي كنعيشوا فيها. العمل على توعية جميع المتدخلين في البحر، يجب إعداد برامج مستدامة قصد التوعية وإصدار المعلومات والتدابير الواجب لاتخاذها. يجب تخصيص مناولة موضوع البيئة البحرية على الأقل جوج مرات في السنة من طرف الغرفة ديالنا. أنا ما نقدرش نشدو لافتة حتى شي واحد، لا في الوزارة ولا الغرفة المتوسطية، تاخذ هذا الموضوع بعناية جوج مرات على الأقل في السنة، وإعداد توصيات وقرارات ومع متابعتها على أرض الواقع، ومباشرة التقدم في هذا العمل الهام جدا. متابعة الدراسة البحرية، الحمد لله عندنا المعهد العلمي هو قدامكم، السي سعد كنعرفوا الكفاءة ديالو، خدامين تبارك الله. خص هذا الشيء اللي قال وهادشي اللي ذكر خصنا نتبعوه، ويكون حتى المهنيين تابعينه، عارفين 2020 شحال كانت عندنا الحراره، 2021 شحال كانت عندنا الحراره، 2022 واش الحراره في البحر كتطلع ولا كتهود، الملوحه واش كتطلع واش كتهود، باش كنديروا المقارنه ديالها مع لي كابتيغ مع المداخل، شنو واش بان ولا واش نقرض واحد النوع. هذا كابايلا بانت في واحد العام بزاف كثره، والسردين ما كانش، كانت لا نشوفها ما كانش، هما كيوضحوا لنا باش كيوقع التوعيه. حتى هذاك المهني كيولي كيعرف، علاش ما يعرفش؟ خصو يعرف باش كيعاون حتى الاداره ويعاون الاطر وكيتعامل معاها. ونديروا مناشر، ديك سعدت على اثر هذا، خصو مناشر قصد التوعيه، كيكون عند كيولي هذاك المهني حتى هو ما على الاوروبيين كي كتجبرهم بالعار، حتى حنا دوله متقدمه، حتى حنا خصنا نوصلوا ويجي اوروبي ولا يجي مهني اخر يعرف يجبر المغاربه وصلوا لدرجه اخرى ديال الوعي. الحمد لله كاينه الاليات موفره الدوله. الوزاره الوصيه يجب عليها اعطاء اهميه كبرى لهذا الموضوع.
البيئة البحرية، لأن كتدوق ناقص الخاطر مع إدماج السلطات المتدخلة اللي قال الحاج دابا عاد ديال في البحر في الموانئ، كالقبطانيات هاد الوكالة اللي كاينة دابا داخل الموانئ. القبطانية ما كتقومش بالدور ديالها، عندها الدور ديالها ديال الأرصفة وهذا مزيان، ولكن احنا راه كنشوف الموانئ هي غير الدول المجاورة البرتغال وإسبانيا والدول اللي متقدمة. راه الكابيتانري راه كيدخل معاك حتى في الزبل، الباطون اللي خصو يدخل الميناء خصو يحط فين هو الزبل. انت كنتي في البحر 30 واحد في الباطون كانوا في البحر، فين هو الزبل اللي عندك؟ كيدخل هكذا. حنايا الموانئ المغرب كامل، حنا ما نبقاوش نركزوا على موانئ اخرى، كنركزوا على المنطقه ديالنا. المنطقه ديالنا كيخص القبطانيه تقوم بالدور ديالها. الخشب ديال البلاستيك شحال كتسوى؟ 10 دراهم كبيره، والمركب راه تيخرج ب 10000 درهم هي ديال الصاير. 10 دراهم راه منا من الثلج منا من هذا يوميا خصك تحط قبل في الموانئ اخرى، قبل ما يحط الحوت حتى كيحط هذيك البلاستيك ديال الزبل كيحطو هو الاول عاد يبيع الحوت، واذا ما حطوش راه عنده غيديروا له غرامه. اذا التدابير سهله اللي نقدروا حنا ندخلو. تمشي دابا بوحده بجوج الليل ما تلقاش قبطانيه، تلقى شي واحد بيرمانونس داخل في البيرو ديالو هادي دا عيطوا له شي تليفون. اما التواجد ديالهم الناس راه كتخلص، راه كتخلصوا من الدوله، خصو يقوم بالواجب، خصو يكون في الرصيف. اي باطو عيرصي عيوقف خصو يقوم بالواجب ديالو، كما كاينه سلطات اخرى حتى هما خصهم يقولوا. هذا راه نقطه مهمه باش كل واحد يقوم بالدور ديالو. كذلك حتى الدرك الملكي، الدرك الملكي البحري راه وسط البحر. امشي راه واحد الطريقه كتجر نوقف عليها كتشوف لا انت على الشبك وهذا، وري لي الزبل تما في البلاصه في قعر البحر، وري لي الميكا ديال الزبل. واذا ما عندوش نعمل له غرامه، اولا نعمل له في الاول بعد انذار، واذا جبرته مره اخرى ندير له غرامه. هكا يوقع التوعيه، حيت حنا مغاربه كنعرفوا كيفاش كنمشيو، كنمشيو هكا. ولا يعقل مثلا ان داخلين البحر مع شحال، ملي غنشوفوا حنا شحال ديال البحريه داخلين في البحر، حنا غنشوفوا الارقام. اذا هنا دراسه كيخصنا كذلك والبحر كما قلنا دابا في البلاصه. البحر كيشتكي من المعاناة اليومية، البحر راه كيشتكي من رمي النفايات، راه كيشتكي ما كاينش ما عندوش الفم اللي غيهضر به، راه كيرميو عليه الزبل يوميا وكل يوم كتزداد. اليوم رمينا عليه الزبل، غدا كذلك، بعدو كذلك، كاين التزايد يومي في النفايات يوميا. مدى تأثير النفايات المواد الفلاحية على البحر؟ يجب القيام بدراسة معمقة في الساحل المغربي على اختلاف أنواعه قصد الخروج بمعطيات حقيقية، لأن ما السواحل راه كتختلف. ما يمكنش مثلا الساحل ديال الصحراء ما فيهاش فلاحة، وراه كاينة اندثار ديال الثروة السمكية. ما بقوش حنا مثلا نركزوا على المسائل الفلاحية، راه الدولة قائمة بشي حوايج ديال التقليل من هذا، التقليل من المواد، التقليل ديال هذا الشيء ديال المياه العادمه اللي كتكب في البحر، راه كيديروا كاينه مجهود، ماشي ما كاينش مجهود، ولكن راه كاينه تاثير على الثروه السمكيه والبيئه البحريه، راه كاينه منا حنايا ومن التيارات البحريه اللي جايه من العالم كامل. هناك نفايات متفككه وغير مضره للثروه السمكيه، يجب تحديدها والعمل على توسيعها. كاينه بعض النفايات اللي كتمشي في المياه العادمه ما كتضرش بالبحر، خصنا نعرفوها. كتكون بعض المرات هي فيها طعم ولا فيها شي حوايج كتكون هي صالحه، ما خصناش نركزوا عليها بزاف قد شي حوايج اللي هي كتضر. فيما يخص القضيه ديال المتدخلين في البحر، هذا الشيء اللي كنقول. حنا اذا مثلا نمشيو على الميناء ديال العريش، كاينه 200 غنديرو حنا بالجلوبال بالفلايك بالباطوات كل شيء، كاينه 200 وحده، كل 200 وحده نديرو لا مويان، نديرو 20 بحري في كل مركب. 20 اذا ضربتيها في 200 كتعطيك 4000 بحري. 4000 بحري كاينه في البحر، في المرسى مثلا، في الباطوات كاملين، في الفلايك اللي كيدخلوا للبحر. هادو ملي كيدخلوا للبحر راه قبل كانوا كيمشيو بالقفه ديال البلاستيك، وكانوا ما كيسيبوش المواد. هذا الشيء اللي كانت عند السياسه كانت قبل. الان
البحريه كاملين كنعرفوهم كيشريو طفه ديال البلاستيك، حتى كيكون خارج عاد تيمشي للحانوت تيشري ميكا بلاستيك ويدير فيها جوج دانونات وجوج ريبيات وشي حاجه عاد شي حاجه خفيفه. دونك على الاقل هذاك السيد ملي كيخرج للبحر كيسيب واحد خمسه ديال لي زونيتي ديال البلاستيك كيسيبهم في البحر، على الاقل خمسه غادي يسيبهم ما كيردهمش معاه. اذا ضربنا هذيك خمسه بهذيك 4000 بحريه كتعطينا 20000. دابا هذيك نهضرك على المنطقه على لا زون ديالنا، دونك 20000 واحد اذا ضربتيها في 300 يوم ماشي في 365 يوم راه كتعطيك 6 المليون واحد ديال البلاستيك كتبقى في قاع البحر. والبحر كما هو معروف راه فيه الجبال وفيه كنعيب هذا مسطح راه بلي كورون داكشي غادي يخرج للكوستا، راه كاين اللي كاين في الجبل هو تما ما بين الجبل والجبل هو تما كيطلع مع شحال ديال المئات ديال السنين. ناهي كان الاخطبوط المسائل ديال البلاستيك ما كتسوى والو، خارج ب 200 قرافه ديال البلاستيك واش كيردها وكيصيد وصافي. اذا ضاعت ولا دخل شي كورونا دخل شي كورينتي وشحال مشى داكشي بقى تما في قاع البحر. الرخص ديال التزايد المرجان اسمح لي الحاج الله يخليك هاد المساله راه كتهمنها كامل، الرخص ديال التزايد المرجان عينا ما نغوتو على الوزاره ما تعطيش الرخص ديال المرجان او لا تقلل منه. المرجان كيعيش منه الحوت وبزاف ديال الانواع ديال الحوت والمسائل الطبيعيه داخل البحر، راه هي في المناطق الصخريه اللي هي خصوصا هنا في المنطقه ديال الاصيله كاينه الحجر واحد 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 هناك تدمير مهول وبغير توقف ما كيوقفوش وعاد ما كاينش مراقبه غير 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 جي. اذا الدور ديال المرجان راه عنده واحد الدور كبير. القضيه ديال الراحه البيولوجيه كذلك خصها تخدم عليها الوزاره باش تقدر تكون شي حاجه. عقلانات في طريقه الصيد مع خلق لجنه محليه هنا هذه مطالب بخلق لجنه محليه داخل كل ميناء تكون من المهنيين ومن الاداره في طريقه عقلانه الصيد ملي كيكون الحوت بزاف وكيهبط الثمن او لا ملي كتكون هذيك اللجنه كنلتجؤوا ليها هي كتقدر والجار وكدا بزاف ديال الحوايج كيطيح الثمن والناس ما عندهاش غير جيب وبعد هي الطوفان غير جيب كيف ما قالوا غير دخل. اذا هنا مسؤوليه ديال كاينه جوج مسؤوليات خصنا نركزوا عليهم، هي مسؤوليه ديال الانسان المتدخل في البحر ومسؤوليه الاداره الوصيه. وشكرا.